بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صريخ المستصرخين. نحمده فوق حمد الحامدين، إن وفقنا لنصرة دين الحق وامتحننا المرة تلو الأخرى. نجتمع اليوم في وقفة تضامنية مع المعتقل المظلوم الحاج أحمد مهدي المقابي. سأحدثكم قليلا عن أبي الحبيب، ذلك النور الذي يحاولون حجبه خلف حواجزهم وفي زنازينهم المظلمة. والدي ومنذ تفتحت عيناي وجدته كيانا نذر نفسه لخدمة دينه وسخرها في سبيل خيره مجتمعا والناس من حوله، فقد كان سباقا لكل خير والكل يشهد بإيمانه ويقينه وصبره في ذات الله. ولأن طريقه كان طريقا ذات شوكة، قيلة هم سالكوه، كان الجزاء أن يبقى رهين السجون المرة تلو الأخرى، إمعانا في كسر إرادته وهزم روحه. ولكن هيهات، فهي روح تنظر بعين الله منقادة إليه عز وجل، تنتظر وعده الصادق، إن أرض الله يورثها عباده الصالحون. نجتمع اليوم أيها الأحبة للدعاء، لنرفع الأيدي، نوصل شكوانا إليه ليشمل والدي الحنون بعطفه وحنانه، فهو اليوم يتجرع الأمرين بعيدا عن أهله وأحبته. لقد عانى الكثير وآخرها حرمانه من حقه في تلقي العلاج، الأمر الذي دفعه الإعلان إضرابه عن الطعام، ولكنه فكه مؤخرا لعدم الجداوة. فإلى الله المشتكى، هو اليوم بأمس حاجة للعلاج للدعاء، ونحن بأمس حاجة لنظرة رحيمة يمن بها الله علينا، فيجمع شتات شملنا بأبينا الحنون. أحبك أبي، وأسأل الله كل حين أن أعود آمنة بحضنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.